مساء يوم غير عادي حل على سكان قطاع غزة، مساء شهد فاجعة تسبب بها حريق هائل اندلع في شقة سكنية بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة، حريق لم يسعف سكان الشقة طويلا حتى أتى على كل شيء. أوروداو التقت بعدد من الجيران وشهود العيان بالمكان حيث رووا لها ما حدث. فجأنا بصوت أهوال مساء وحريق ودخن واستنشقنا يعني مواد سامة، فتوجهنا مباشرة إلى المنطقة، فتفاجأنا أنه الشقة محروقة حرق والنار ولهيب النار خارج الشقة، وطلعنا لفت أنظارنا بعض النساء والأطفال كانوا مستنجدين على الشباك يستنجدوا في الناس، لكن ما فيش إمكانيات لدينا يعني للدخول، حاولنا الدخول لكن الأمور كانت صعبة. الحريق أدى لوفاة 21 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء، وتسبب في إصابات من الجيران وفرق الإنقاذ. الحادثة وما نجم عنها دفع جهات حقوقية وسياسية للمطالبة بضرورة فك الحصار عن غزة وتوفير كل ما يلزم لفرق الدفاع المدني من معدات ضرورية لمنع تكرار الحادثة. طبعا توجه طواقمنا العاملة بمشاركة الدفاع المدني الموجود، كان موجود أصلا في الميدان، تم إخلاء عدد كبير من الضحايا الموجودين نتيجة الحريق. انتهت الحصيلة النهائية ب 21 ضحية أو 21 شهيد وعشر إصابات كانت ناتجة من الشرطة ومن الدفاع المدني. هذا الحصار الإسرائيلي الظالم بموجبه يمنع الاحتلال من دخول أو إدخال المعدات والأدوات اللازمة لطواقم الدفاع المدني، ما يضعف عملها. تعيش فلسطين حالة حداد عام، أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة القوى والفصائل الفلسطينية عقب الحادثة، فيما شارك عشرات الألاف في تشييع جثمين الضحايا. حالة حزن كبيرة تسيطر على قطاع غزة بل على فلسطين بأسرها بعد الحريق الهائل الذي اندلع في شقة سكنية شمال القطاع، حريق وضع حدا لحياة 21 مواطنا جلهم من النساء والأطفال. محمد سالم، روداو، غزة، فلسطين.